طلاب وطالبات الجامعات التقليدية الطيور الكرام. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في نصف الأولى من أسبوع شباب الجامعات التقليدية والذي يقوم أكثر عائد عالي وفي التعليم العالي والبحث العلمي وبدعم من وزارة الشباب والرياضة والذي يعد مناسبة هامة تحسب اهتمام بمنظومة التعليم الفني والتكنولوجي والالتزام بتعزيز قدرات شبابنا من المنتسبين لهذه المنظومة التي تحظى باهتمام ومتابعة القيادة السياسية. يتجلى هذا الاهتمام بتكريم مقام الرسالة الجمهورية لإنشاء 17 جامعة مجاهدة إلى حال الجامعات العشر الموجودة حاليا وذلك سعيا لتغطية محافظات الجمهورية بالمال. يمثل هذا توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 من خلال مساهمة في تنفيذ برامج عمل الحكومة المصرية والمحور الثاني المتمثل في بناء الإنسان المصري. يسهم هذا في تبادل الأفكار تعزيز روح التعاون وتحقيق مزيد من الابتكار إضافة إلى تحفيز الإبداع بين الشباب وتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي.